أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد في الحي عندنا عمال غير مسلمين وينتفعون من دورات المياه التابعة للمسجد، فهل أمكنهم بصفتي إماما للمسجد أم أمنعهم؟ وهل الماء وقف للجميع أم أنه وقف لمن يصلي في المسجد فقط؟ لا مانع من ذلك إذا احتاجوا إنهم يتنظفون أو يتبولون إذا احتاجوا، ما في مانع ما دام أنه ما هو داخل المسجد وإنما هو خارج المسجد على الشارع، هذا من الإحسان يعني.